هي صراحة كانت واحد الهزيمة قاسية، يعني ما كناش نتوقعوها. كنا جايين للمدينة وجدة إن شاء الله باش نقدروا نرجعوا بواحد النتيجة إيجابية. تنشكر اللاعبين على المردود اللي قاموا به. بصح درنا أخطاء في ماشي نقولوا دفاعية، في يعني المنظومة الدفاعية ديالنا كانت شوية ما خداماش في الغيابات اللي عندنا في الدفاع. هذه مباراة النسيان، ان شاء الله نزيدوا نشتغلوا باش نحسنوا الاداء ديالنا ونقدروا نربحوا الماكسيموم ديال لي بوين اللي تقدر يعني تقدر تخول لنا باش يعني نكملوا الباقي ديال المباريات في اريحيه ان شاء الله.